يقول الله تعالى: ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا. ضرب الأمثلة فيما فيه من العبر والعظات، فيما فيه من فتح أبواب الآفاق حتى يتبين المرء ما ينفعه مما يضره، وحتى يسارع إلى ربه. وهذه الأمثال لا يعلمها ولا يتقنها ولا يفهم المراد منها ولا فحواها إلا العالمون. قال الله تعالى: ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء. قال ابن عباس: هذا مثل للمؤمن والكافر، فالكافر كل على مولاه لا يقدر على شيء، لا خير فيه، لا خير به، لا خير معه. والعجب العجاب، أكثر إخواننا الأفاضل الأماجد وهم من الخير بمكان في الخليج يستعملون العمالة الكافرة من أجل أنها أرخص ثمنا، ويترك الموحد ولو في إعواز من أجل أنه أغلى ثمنا. والله يبين أنه لا خير فيه ولا خير معه، ولو وجدت الخيرية لا بركة معه. مشرك بالله جل في علاه، الحجر والشجر يبغضه لأنه يشرك بالله جل في علاه. الكون كله خلقه الله من أجل التوحيد. فهذا مثل للمؤمن والكافر. ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء، هذا الكافر لا يقدر على شيء، ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا. هذا هو المؤمن، ما حل بمكان إلا وحلت البركة، كالمطر ما كان بمكان إلا وكان غوثا لأهلها. فالمؤمن خيره معه وبه وفيه، كفى بتوحيده تتنزل البركات، كفى بطاعته تعم الرحمات. لذلك ضرب الله مثلا أروع الأمثلة ليفرق بين الكافر والمؤمن. ما لكم كيف تحكمون؟ فقلت كثير ممن يقدم الكافر ويقول هو أتقن، هو أشد أمانة من المسلم، وهذا كذب وزور. أتقن ممكن، أتقن أمر الدنيا ممكن ويأخذها وليس له في الآخرة من شيء، لكن أشد أمانة كيف وقد خان الله ورسوله؟ كيف؟ وكيف الثقة في الكافر وهو يسب الله ليل نهار، وهو يخون الله في كل شيء ويخون رسوله في كل شيء؟ فهذه عبرة لمن يعتبر بأن الله ضرب مثلا لنا لنعتبر. ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا. وقال مجاهد والسدي: بل هذا المثل ضربه الله جل في علاه لنفسه وللأوثان، فالأوثان لا يحركون ساكنا ولا يملكون شيئا ولا يقدرون على شيء، والله مالك الملك وهو قادر على كل شيء وبيده كل شيء، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. وقد قال الله جل في علاه كما في الحديث القدسي: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا أو قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي من شيء.
يا عبادي كلكم عار إلا من كسوت فاستكسوني أكسكم، يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. ولذلك إبراهيم ماذا قال؟ قال يا أبتي أنكر عليه لا تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. ولما كسر أصنامهم قال فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. لذلك ضرب الله هذا المثل وهو مثل رائع جدا يظهر لك كيف بضدها تتبين الأشياء. لذلك قال الحمد لله، الحجة ظاهرة والحق أبلج والأمر يسير. قال الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. قال الحمد لله عندما قال هل يستوون، الإجابة لا، لا يستوون. فقال الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. وهذا فيه دلالة على أن الكسرة دائما مذمومة وليست ممدوحة. قال الله جل في علاه وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. وقال الله جل في علاه وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة على قصعتها. قالوا أو من قلة نحن يا رسول الله؟ قال لا، إنكم كثير بل أنتم اليوم كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل. اللهم ارحمنا يا رب العالمين وارحم ضعفنا وأنت أرحم الراحمين. قال ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا. وهذه أيضا فيها إشارة إلى فضل النفقة في سبيل الله، وفيها إشارة إلى فضل الصدقات تقربا لرب الأرض والسماوات. فهي من أعظم الحسنات ومن أصلح الصالحات. بل القاعدة العامة النفع المتعدي عند الله أعظم وأرفع من النفع الذاتي. قال هل يستوون؟ الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. قال وضرب الله مثلا، وفي قول الحمد لله والمستحق للحمد سبحانه وجل في علاه، فعلى التفسير الثاني حمدا لله جل في علاه على رزقه على عطائه على كرمه على جوده، حمدا لله على إمهاله لأهل الكفر وقد طغوا وبغوا وأشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. قال الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. قال وضرب الله مثلا، وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم. قال لا يقدر على شيء ووكل على مولاه. قال وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه، لا يستطيع الكلام، لا يفهم، لا يفهم، إن أرسله في حاجة لا يقضيها، إن طلب منه شيئا لا يستطيعه، إن أراد نفعا منه لا نفع فيه، فلا سمع ولا كلام ولا ذهاب ولا مجيء، فهو كل على مولاه ولا خير فيه، فهو ثقل عليه. قال أينما يوجهه لا يأتي بخير. هل يستوي ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم؟ هل يستوي مع من أعطاه الله قوة السمع والبصر والبصيرة والقوة؟ هل يستوي معه؟ فهو في خير وعلى خير ويفعل الخير. وقال علماؤنا هذا أيضا مثل ضربه الله تعالى للمؤمن والكافر، فالكافر أبكم كل على مولاه لا يستطيع خيرا وليس به خير ولا يفعل خيرا.
والمؤمن هو الذي يفعل الخير ويأمر بالمعروف والعدل. وقيل نزلت في عثمان بن عفان، هو الذي يأمر بالعدل، وكان مولا لعثمان يكره الإسلام وينهى عن النفقة في سبيل الله، فهذا هو الأبكم، لا منه خير ولا يبقي خير. وقيل هو مثل كما قال العلماء في الأولى، مثل ضربه الله لنفسه ومثل وضربه للأوثان، فالأوثان لا خير فيها بحال من الأحوال، والله هو الذي يأمر بالإحسان ويأمر بالعدل، والله جل في علاه الذي بيده خزائن السماوات والأرض. قال: وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه، أينما يوجهه لا يأتي بخير، هل يستوي هو من يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم؟ وهذه فيها دلالة واضحة جدا على أن الاستعانة بالفاسق تقلل من أسباب النجاح. والاستعانة بأهل الطاعة تكثر أسباب النجاح، ولأن الله بيّن هذا، الكافر الذي هو فوق الفاسق لا خير فيه، لا خير معه، لا خير به، الفاسق قريب منه وإن كان فيه بعض الخير. وهذا يبين لك ما نصح به النبي صلى الله عليه وسلم: بل لا يأكل طعامك إلا مؤمن، ولا يدخل بيتك إلا تقي. قال تعالى: ولله غيب السماوات والأرض. ولله غيب السماوات والأرض أي له وحده سبحانه جل في علاه. وسبب النزول أن كفار مكة سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم متى الساعة، فنزلت الآيات: ولله غيب السماوات والأرض، وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب، إن الله على كل شيء قدير. وهذه فيها دلالة أن الغيب كله لله، وهذا أيضا فيه كفر من ادعى أنه يعلم الغيب مع الله. قال الله تعالى: قل لله الغيب، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. وقال تعالى: أمر النبي أن يقول قل إنما الغيب لله سبحانه وتعالى، أو هو في الآيات استغفر الله قل إنما الغيب لله. وقال سيد الأولين والآخرين: ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. ولله غيب السماوات والأرض، ومن ادعى الغيب مع الله فقد كفر، لأنه يكون بذلك قد كذب الله. ولله غيب السماوات والأرض، ولله غيب السماوات والأرض، وما أمر الساعة إلا كلمح البصر، هو على كل شيء قدير. وقد أخفى الله جل في علاه علم الساعة كما قال سبحانه جل في علاه: يسألونك عن الساعة أيان مرساها، إنما أنت منذر ما يخشاها. قال الله تعالى: يسألونك عن الساعة أيان مرساها، قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو. قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما سأله السائل متى الساعة، قال: وما أعددت لها، وما أعددت لها. فقد أخفى الله علم الساعة ولا يعلمه إلا الله جل في علاه. ولله غيب السماوات والأرض، وما أمر الساعة إلا كلمح البصر. ولذلك قال النبي: كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن وأصغى يؤذن له لينفخ في الصور. قال: إلا كلمح البصر أو هو أقرب، إن الله على كل شيء قدير سبحانه جل في علاه. فإنه إذا قال لشيء كن فيكون. نقف عند هذه الآية. الأمثال لا يتقنها ولا يعلمها إلا العالمون، فمن جهل الأمثال التي في القرآن فليوسم نفسه بالجهل، وعليه أن يبكي على حاله ويسعى ليتعلم. صحة القياس، وهذه أصلها بضرب الأمثال. فضل الصدقات،
علامات الخيرية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الفائدة الأخيرة: الغيب كله لله. يقول: ماذا لو علم من الأبوين أنهم لا يقبلون الإذن بالجهاد وحب الولد مقدم عندهم؟ نعم، لو لم يأذنوا لا يجوز له الذهاب إلى الجهاد. إن لم يأذنوا لا يجوز له الذهاب. حكم: العمليات الاستشهادية في الأرض المحتلة لا تجوز، ومن فعل ذلك فهو قاتل لنفسه. وأنا لي محاضرة ساعتين ونصف في الكلام على هذه المسائل، استشهادية أم انتحارية. فالأخ يسمعها. الأخت الفاضلة تقول: إن السباحة أهل الكفر بلاد المسلمين، أتقاعس ولي الأمر وخذلان المسلمين فهل يأثم؟ لا، أنا قلت عندما يهجم أهل الكفر أهل الإسلام لابد من دفعهم أهل الكفر ولو بالأظافر وبالأطفال. إن شاء الله. بيقول الأستاذ ابن الإسلام: استلام أهل الكفر بلد مسلم ونصيحة رد وجوب الجهاد على البلدة المجاورة. إن هاجم أهل الكفر وغلبوا على أهل الإسلام وكادوا يستبحون بيضتهم على المجاور الملاصق، فرض عين عليه نصرته. نعم. ما حكم من ينكر جهاد الطلب؟ هذا مبتدع. جهاد الطلب عند القدرة عليه والقوة ثابت بالكتاب والسنة وإجماع أهل السنة.